بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول تمرين جديد على رسم المنظور. هذا المنظور اللي قدامنا ده هتلاقوا الفايل بتاعه في الموضوع اللي تحت الفيديو. زي ما قلنا احنا بنفكر الأول هنشتغل إزاي في رسم المنظور عشان أقدر أشتغل فيه. زي ما قلنا بنحدد النقطة اللي هنبدأ منها اللي هي النقطة دي، بعد كده بطلع منها بعمل الخطوط بتاعتي دي، بعد كده ممكن واحد يقول لك أنا هبدأ من ناحيتي مفيش مشاكل، أنت من ناحية ارسم حرف ال ده وبعد كده كمل الشكل ده خلاص، واحد تاني يقول لك انا هبدا من الناحيه دي اعمل الشكل ده. في كلتا الحالتين بدات من الناحيه دي او بدات من الناحيه دي، الاثنين هيأدوا نفس الوقت، بس لكن لازم اعمل ده خلاص وبعدين اعمل ده وبعد كده اوصل الخطين دول. بعد كده هاجي لحد النقطه بتاعتي اهي، اجي زي ما احنا قلنا امشي في المسافه دي اللي هتلاقيها، هتلاقي عندك المسافه دي 20 والمسافه دي كلها 50، يبقى المسافه دي هتلاقيها 30، وبعد كده امشي المسافه دي وبعد كده اطلع راسي كده 30، وبعد كده انزل المسافه بتاعتي اللي هي ال 20 اللي هي دي، انزل المسافه اللي هي ال 20 اللي هي دي خلاص رسمت ده. اجي امشي مايل من هنا بزاويه 30 بمقدار السمك اللي هو تلاقيه 10، واخد موازي ده او اخد برضه مايل من هنا ب 30 وانزل من دي لدي من النقطه دي لحد النقطه دي خلاص. خلصت دي ارجع تاني هنا اكمل الحرف ال ده، امشي كده الخط الكبير ده اللي هتلاقيه عرضه 30 وسمك الجزء ده هتلاقيه 10، يبقى الحته دي 20 واطلع ال 10 دي كمل الشكل. بعد كده ارسم حرف اليو اهو اللي هو هتلاقي دي مقدارها 5 وهتلاقي دي مقدارها 5، يبقى المسافه دي مقدارها 10 واقفل الشكل ده. بعد كده اكمل الجزئيه اللي فوق دي، بعد كده اكمل الجزئيه اللي هنا دي، وما تنساش الخطوط اللي بتبقى منسيه اللي هي ده واللي هو ده اللي هو الحته دي والخط اللي ورا. خلصت باجي بقى بعد كده انا عارف مكان النقطه دي هنا فين، دي على ارتفاع السمك ده اللي هي 10، بوقف منها بموازي زاويه بوقف من نقطه قصاد النقطه دي بخط مايل بزاويه 30 واشد خط لحد فين ما اعرفش، او شد خط من هنا لحد العرض ده اللي هو ال 50، يبقى خلاص عرفت النقطه دي. وكذلك انا عارف ارتفاع من الحته دي اللي هي 10 مثلا عندي اهي، اجي منها واشد خط مايل كده من اول حته دي بزاويه 30 عشان ما فيش حد يقول لك انا ما اعرفش طوله قد ايه، ماشي ما انت ما تعرفش طوله قد ايه بس عارف بدايته هتبقى منين إيه. فبقف منه وبشد بقى من قصاده كده خط مايل بزاويه 30. يبقى احنا خلاص رسمنا الشكل بتاعنا بكل بساطه كده، يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. نتمنى تشوف الفيديوهات اللي قبل كده من البلاي ليست تحت الفيديو، تعملوا لايك وشير ليها وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.